عاصمة ومرحبا بك. العادة وقتكم فطوم، خبرة أبراج وضروري مش نعملو توقعات شهر 8 اللي هو شهر أوت لي برج الجوزاء. أهم الأحداث عند الجوزاء في الحياة العاطفية والمهنية. القراءة عامة يا حلوين، يا خلينا نحطو ونقولو حياتنا العاطفية الساعة من الأول، وبعد شوفو حياتنا المهنية شنو فما. شهر 8 عاطفيا ديما قديما نقول 3 عشريات، كل عشرية عندها شوية معني. نجم أي شخص قاعد يتفرج توا يقول القراءة ليا أو مش ليا، مش هكا، أما اللي أنا متأكدة منه اللي الكلام اللي باش يتقال يعني العشريات الثلاثة تطبق عليهم القانون تاع الضرورة، إنه باش تصير أحداث حب نصائح أو مفاجآت. باش نوصل لهالدارو صديقتنا حبوبتنا باش توجهنا باش تصير معنا أحداث، وكيفاش لازمنا نتصرف باش نفهم شنو معناها الدارو وقراءة الدارو. ماشي، يلا إجاوني لهنا، وهذه راهي هذه شنو هذه بطاقة تعني لي مواليد الجوزاء، برج الجوزاء، مرأة أو رجل. تقول السبعة أيام الأولانيين أنا في توتر عاطفي. ما معناه؟ معناها عملت مشكلة، اسم العلي، باش تصير مشكلة، باش تصير سوء تفاهم، يزول مع حبيب أو حبيبة. علاش عمل معايا التوتر؟ علاش صار هذا المشكل؟ علاش؟ على خاطر يا الحبيبة تطلب، باش تطلب الحبيبة الاستقرار والوضوح في العلاقة، أو أنت يا برج الجوزاء الرجل باش تطلب من حبيبتك انها هي تكون واضحة معاك، ملتزمة مش ملتزمة، باش تكون معاك ما هيش معاك. وعلى كل حال حتى لو كان صار سوء تفاهم من الاول، تقول لا احنا من بعدها. الشمس، بطاقة الشمس معناها الصلح، بطاقة الشمس معناها فما تسوية، فما مفاهمة معناها. ولهنا تقول باش نتجاوزوا الامر من بعد 6 أوقات اللي هو راهم، ما قلنا 7 أيام لولانين 7 أوقات، برا لو حالينا من الأيام 7 أوقات توتر، سوء تفاهم يزول بتفاهم ووضوح في الرؤية. من بعدهم باش يجيو 6 أيام أخرين أو رقم 6 تاع الصباح 6 تاع العشية، تقول أي احنا باش نكونوا ملتزمين. معناها يا جوزاء انت باش تلتزم في علاقتك العاطفيه الحاليه. وجماعه اللي يقولوا لي او بعض منكم ما عندوش علاقه، باش يدخل في علاقه عاطفيه جديده وباش يطالب الحبيب بالالتزام او هو يطلب منه الالتزام. وعلاش انا قاعده نشوف فيكم معظمكم الشهر هذايا قاعدين نثبتوا في علاقاتكم، نركزوا في رواحنا. حسيت فما برشا مواليد الجوزاء مرأة أو رجل باش يطالب الطرف الآخر إذا هو موجود بشوية شوية رزانة، شوية حب، شوية اهتمام، وهذا من حقك. أو الطرف الآخر باش يطلب منك يا برج الجوزاء شوية حب، شوية اهتمام، شوية مراجعة، معناها شوية لهوة بيه. ماشي، فما جماعة أخرين، والورقة الحقيقة باش نوريها هكا اللي نقولوا ساعات نقولوا واضح، وساعات نعطيكم كلمات صغار وانتم ما تكملوا. البطاقة هذه ماذا تعني لبرج الجوزاء مرأة أو رجل؟ تقول فما علاقة عاطفية عند مواليد الجوزاء فيها شوية مصالح. ما هي المصلحة؟ قلت لك أنت أدرى، عادة أنت أدرى، معناها إذا هو حاجته بيك على خاطرك أنت أو على خاطر فما حاجة من خلالك أنت، خدمة، فلوس، سفر، أوراق، فيزيك. يا أخي توا أنا كي نشوف الورقة هذي تفهموها، تفهموا إنها مرأة الجوزاء أو فتاة الجوزاء الشهر هذايا لازمها كي تتعرف على أي شخص جديد ما تعطيهوش الثقة كاملة وما تصرحش بمشاعرها وأعجبها بيه. ما عندي حد يفتو متى، حتى اللي معاك توا جديد مش لازم النهار كامل وانت في جابته. نحبك، توحشتك، قتلك بلاش تطمعي، باش يولي هالطرف الاخر طماع. طماع فاش؟ ما عنديش فاش نقول فاش، انتوما عقلتوا.
رجل للجوزاء وحبيته ونحبه برجل للجوزاء على خاطر قتلوا انت ماخو المساله مساله الساعه العلاقه هذه الحاليه انت ماخوها برواء. استناوا لي خل ثبت تحبني ما تحبنيش مواتيتني ماهيش مواتيتني هي حب صادق او لا هل فما عوده لحبيبه قديمه علاقه قديمه ام لا حسيتو كانه يتدلل او باش يتدلل والدلو هذا يا سيدي من حقه ولكن هي لهنا تقول لك بلاش تلعب بالنار بلاش بلاش اللي معاك اذا هي برج هوائي كيفك انت معناها جوزاء او ميزان او دل قد تكون فما توازن بيناتكم اذا هي برجها ترابي معناها ثور معناها عذراء معناها جد علاش لا نمنح الوقت للعلاقه هذه بالك تتطور بالك فما مشاعر ماشي باش نجبد ورقه وهذه هبطت باش نقولها بوضوح وراهي ما تخوفش خاطر الساعات يخافوا من البطاقه هذه تعني يا مولود الجوزاء عليك بالاهتمام بصحتك او صحة الاقرباء وعليك لهنا تقولك بسلامة مشاعرك وقلبك وعقلك في اخذ قرار حاسم مصيري هذا الشهر الحياة العاطفية حكم قلبك مع العقل حكم القلب مع العقل في اختيار في اخذ موقف في رجوع او عدم رجوع الوضوح قلت وقبه انت تطلب الوضوح والحبيب باش يطلب منك اكثر ساده حسن وحاجه لهنا هي تقول لك ما عرفش علاش حسيتكم الكل والعشريات الثلاثه انه فما تحذير فما تحذير لتاسيس علاقه رسميه من بعدها جيت خطبه والزواج والاستقرار ولكن اللي خمم فيه الجوزاء انه هو يحب يستقر كانوا رجل راهو شهر اوت مهم ليه على خاطر فما انتقال كبير في حياته على اثره باش يصير فما حسم في قرارات او في اختيارات عاطفيه واذا مراه او فتاه جوزاء تقولها انت تحب تحاول تنسى الماضي وتفتح صفحه جديده ولكن لازمك تخمم مليح مع شكون قاعده تفتح في الصفحه مع شخص بالماضي او شخص بالحاضر وصار سوء تفاهم عليك بالاتزان معناها باش تكوني متوازنه باش تعرفي تاخذي قرار يا حلوه في المجمل ها مزيان التوقعات حلوه وباينه انكم انتم وصلتوا باش توصلوا للوعي الكامل تقول ممكن انتم تميزوا شكون اللعوب شكون اللعوبه شكون اللي تحبني شكون ما تحبني على مصلحه يلا قد مشاعر الناس وشوشهم واضحه امام كل شيء انت تحب تغطي الحقيقه يلا حياتك المهنيه يا جوزاء شهر اوت شهر اوت عجبتني وتقول هي بطاقة مزيانة كي تحبط للجوزاء على خاطر توصل له انه هو هذه بطاقة انا المخترع انا النشيط انا السعيد انا اللي نفهم انت فهمه انت تفهم في الميدان العملي هذيك بطاقة انت متميز في الحياة المهنية وهذاك علاش تقول لك انت ما لا انسان او انسانة مراقبة لحظة باش نوري هكا هذه بطاقة المخترع البوغوس المزيان اللي يعرف يتكلم اللي يعرف يخدم اللي يفهم في كل شيء اللي يحسبها ماشي في نفس الوقت تخرج لي بطاقة طاقة عين طاقة أعين عليا في الحياة المهنية لاحظوا وركزوا مرأة رجل صديق صديقة حد مركز معاك وتقول له كون حذر من طاقة العين والحسد وان شاء الله نطفي عليك يا ربي ماشي البعض الاخر وتقول هو في مكان عمل متعب جدا واحنا حاسين بيك ومولود الجوزاء ويا مولودة الجوزاء مرأة او رجل ولكن تقول اربع اوقات اللي هما الاربع للاسف يا حيث هما الجايين يا عنا طاقية يا عنا وفرة في المال يا عنا عرض عمل جديد وتقول ثلاثة الأسابيع زاد الأولى فما وفرة في العروض وأنا باش نعرف نختار إذا فما ممكن أنت تحب تبحث على عمل جديد دونك فما ثلاثة اختيارات نحب نسافر فما ثلاثة بلدان نحب نعمل مشروع فما ثلاثة مشاريع وأنت بالطبيعة باش تختار منهم مشروع
دونك لهنا فما ديما رقم ثلاثة هو رقم الحق اللي هو يجوا ثلاثة جمعات، ثلاثة أفكار، حظ كبير لك يا جوزيف، بطاقة الترقية اللي بعض منكم يقول ما نحبش نبدل، أنا نستنى في ترقية، هذا ترسيم، سامحوني، هذا ترسيم، هذا ترقية، هذا وفرة، هذا الحب والسيطرة في الحياة المهنية، ولهنا تقول لك أنت هي بطاقة الشهادة أو أنت تاخذ شهادة. هذه بطاقة التاج، التاج معناها هدية في الحياة المهنية، والهدية ترمز انك انت باش تاخذ حاجة ثمينة او باش ترصد لك حاجة ثمينة على خاطرك. لاحظ هذه حظ ان شاء الله يا ربي يهنيك يا ربي يوصلك للي تتمنى، اللي يطمح لهم هذوما. هذه ساعة فلوس فلوس فلوس، وهذه تزيدك وتقول لك عمل جديد، افكار جديدة، اموال. لهناش قالت، قالت انا الملك، والملك معناها مرتبة عالية، الملك معناها باش ناخذ مرتبة، انا في مرتبة باش نولي في مرتبة اخرى، ماشي؟ لحقيقة باش نعاود ونقول للناس اللي تعبة في الخدمة لازمكم تغيروا، والان قالت بالممكن باش تتيحلي الفرصة اني انا نغير، باش تجيني عدة فرص ولازمني نغير، ما نكبش في عمل متعب ونقول بالك ما ننجحش في المكان الاخر، لا، انت ناجح باش تنجح باش تتطور في مكان اخر، واللي ما يحبش ينقل من الخدمه اللي هو فيها توا تقول له مالا عليك، قالت انك انت تشمر على ذريعاتك وتورينا اختراعاتك في كل شيء في الخدمه، على خاطر فما حاجه تستنى فيك هي الترقيه وعلو شان لك يا بنود الجوزاء. شفتيكم نصيحه، ان شاء الله يا ربي الشهر يتعدى عليكم مبروك، توصلكم للي تتمنوا. ماشي، حياتنا العاطفيه، الحياة حلوة جميلة راحة تحقيق أمنية، حياتنا المهنية كرا أربعة أوقات وصولي للغاية، والله معني أنا حاجتي بوصولي للغاية، معني حاجة في راسك باش توصل لها، شهر 8 إن شاء الله يا ربي يوصلك للي تتمنى يا برج الجوزاء. باي باي.